يا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكبر والفقر وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب الفقر وعذاب جهنم وعذاب القبر يا رب العالمين. شباب، نصيحة: أذكار الصباح والمساء وهم شيء المعوذات وآية الكرسي تحميك من الشر ومن الحسد ومن المس ومن العين ومن الشيطان. فلازم تذكر الصباح والمساء حتى تحصل نفسك عند الصباح وعند المساء. على العموم، تاريخ اليوم 16/10، والبشارة اللي جايتكم وقلت لكم عليها إن شاء الله يفتح الحدود الأسترالية غريبا، وأيضا من غير حجر فندقي أو حجر منزلي عندما تأتي الأسترالية. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم 16/10/2021. هذه عندي لكم بشارة جميلة في هذا اليوم الجميل. أنا الآن متجه وين؟ متجه إلى أن أعمل الفاكسين أو أعمل اللقاح أو التطعيم ضد فيروس الكورونا المفتعل اللعين. نعم، مفتعل بأم البيئة، وأنا قلتها من زمان يا جماعة، لا هي موضوع يرغبونك ولا يذبحونك ولا يقتلونك، الموضوع موضوع تجارة وموضوع دراهم وموضوع فلوس وموضوع يلا يا جماعة ملينا نبيع أسلحة، ملينا نبيع بيبسي وعصير، ملينا نبيع تجارة، خلينا نبيع أدوية ولقاحات، وهذا اللي راح يصير مستقبلا. فإن شاء الله أنا راح أدير اللقاح اليوم إن شاء الله. اخترت هذا التاريخ بالتحديد لأنه جدا تاريخ بالنسبة لي مهم جدا. قررت أنا شخصيا، والله ما كنت مقتنع بالتطعيم، وكنت عارف أن هذه كلها تجارة، وعندي تسجيل يعرفون الشباب أن عارف أن فعل فاعل، فكلها عشان يقول لك أنا اللي أنغذت البشرية وهذا اللقاح، حتى يكسبوا الانتخابات وحتى يبيعوا ويكثروا ملياراتهم بزيادة حتى يربحون على ظهر الشعوب الفقيرة المسكينة، وفي غافلين لكم الله. فالموضوع ما فيه أن بعد ما أن أعلنت الحكومة الأسترالية والبشرة بدأت في ولاية نيو ساوث ويلز اللي هي عاصمتها سيدني، أن خلاص إن شاء الله باحتمال بشهر 12 إن شاء الله سوف يفتحون المطار إن شاء الله. كثير من الشباب، كثير من المتابعين سألوني: بدر، متى يفتح المطار؟ متى نقدر ندخل على أستراليا؟ لا، هني بشارتين إن شاء الله نقدم لك إياهم إن شاء الله، بشارتين إن شاء الله that we can lift the caps for returning Australian citizens, residents and their families from the 1st of November into New South Wales. What this also means is that we will be allowing Australians, permanent residents and citizens and their families to leave Australia from wherever they live in Australia and return. But obviously... في اللي من يريد ويرغب، من يأتي إلى أستراليا، هذه بشارة حلوة أيضا إن شاء الله. أعلنوا أن سيفتحون المطار إن شاء الله أما في شهر 11 أو شهر تأكيدا شهر 12 إن شاء الله. شهر 12 راح نشوف موجة سفر كبيرة إلى أستراليا. يجي متسائل يسأل: يا بدر، شون الحين وشون على الحجر المنزلي والحجر الفندقي اللي هو اسمه الكورنتين، يسمونه كورنتين بالإنجليزي. أغلب الناس اللي يجون أستراليا وأغلبهم الأستراليين، طبعا ما كان في عمالة تدخل، ما كان في موظفين وطلبة وعمال وهذه الفئات من البشر، كانوا يأتون إلى أستراليا ويجلسون أسبوعين في الفندق، حجر فندقي، بعدها يعملون له فحص تقريبا كل يوم 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 وترك يعني، بعدها بعد أسبوعين إذا تأكدوا إنه خالي من فيروس الكورونا سوف يدخل إلى أستراليا. هذا الأسترالي. لكن الآن نيو ساوث ويلز اللي هي ولاية 500 سيدني أفضل، أنه وصلوا إلى نسبة 85% تطعيم، وهذه نسبة كبيرة جدا من الشعب، فغروا أنهم راح يدخلون ويسمحون بالغير الأستراليين بالمجيء الأستراليا، سواء كان طالب أو سواء كان عقد عمل أو سياح أو مستثمرين،
سوف يسمح لهم بالدخول إلى استراليا بالشرط أن يكون ملقح الدبل جاب اللي هو ماخذ تطعيمتين. هذا يثبت وبالأوراق وبالشهادات أنه ماخذ الإبرتين يسمحون له يدخل، والبشارة أنه ما عليك حجر منزلي ولا عليك حجر فندقي. تأتي توريهم الشهادات، عندك الفيزا، تدخل إلى استراليا. إلى الآن نيو ساوث ويلز التاريخ اليوم، بكرة أكيد راح تغلدها ولاية فيكتوريا اللي أنا فيها، وبكرة أيضا كوينزلاند اللي هي بريسبن. فهذه الأخبار اللي أنا بعطيكم إياها، البشارات الحلوة. وأكيد رئيس الوزراء سكوت موريسون أعلن هذا الشيء، وراح أعطيكم مقطع يبين لكم كيف تكلم رئيس الوزراء أنه يعني بشر الشعب أن شاء الله أي واحد يأتي إلى أستراليا مطعم أو ملقح التلقيحتين سوف لن نطلب منه أن يحجر نفسه في الفندق أو يدفع فلوس الفندق وتقريبا $3,000. هذه البشارات اللي بقدمها لكم إن شاء الله لكل شخص من سألني بدر متى تفتح أستراليا. الآن السؤال المهم جدا، يا بدر شلون نأتي إلى أستراليا؟ شلون تأتي إلى أستراليا؟ أنا شرحت لك في القناة، قناة اليوتيوب، قناة بدر العويسي. أتمنى من الشباب اللي يسألوني أسئلة أغلبها أسئلة أنا أوريدي تكلمت عليها وأنا أوريدي جاوبت عليها بالقناة، من استثمار، من دراسة، من زواج، من هجرة، من سياحة، تكلمت على المواضيع، فياريت تدقق على بعض المقاطع. شاهد القناة، شوف أنت، شوفها وتابع كذا مقطع، خصوصاً الهاشتاج اللي مكتوب عليه الهجرة والحياة والمعيشة الأسترالية، هذه تكلمت كثير فيها عن أستراليا. أنا متعمد صورت الحين، ليش؟ أبين لك الزحمة. إحنا الحين عندنا وقت الحجر، مفروض حجر، وشوف الزحمة، تخيل شوف الزحمة، وإحنا لهذا التاريخ اليوم 16/10/2021 مفروض الشارع فاضي، ولكن الناس ملت، الناس زهقت، خلاص وصلنا إلى مرحلة لنتعايش مع المرض. شلون؟ لنلقح أكثر نسبة من الشعب، وعاد الباقيين اللي دبر نفسه، اللي مراضي، اللي يقول مؤامرة، اللي يقول أنا راح أموت بعد 4 سنوات، اللي يرفض اللقاح، هذا هو مشكلته. المستشفيات موجودة وإحنا بنعالجه. لازم نلقح البلد، لازم نفتح البلد. أستراليا بلد تعبت من الإغلاق العام، أستراليا تعبت وأنها تدفع فلوس للشعب. هم لا زالوا الحكومات الأسترالية يدفعون للشعب أن إذا ما عندك وظيفة أو خسرت وظيفتك أو خسرت بزنسك يدفعون له، وهذا بلد دليل على إدارة سليمة لهذه البلد أستراليا. أنا شخصيا ما كنت مقتنع، لكن الآن مجبور لأني أريد أن أسافر. الله، هذه البشارات الجميلة اللي نقدمها لكم، إن شاء الله سوف تفتح البلد إن شاء الله غريبا ببداية شهر 12 أو آخر شهر 12 تقريبا، هذه الحروة يعني راح يكون عندنا على فكرة شهر 11 و12 و1 يكون عندنا فصل الصيف. لازم تأتي، الله يعينك، تأتي ملابس صيفية وليس ملابس شتوية. يا شباب مثل ما تشوفون الزحمة هذه، إحنا مفروض علينا حجر، ولكن زحمة الناس ملت، قالت خلاص لازم نطعم ولازم نطلع. إن شاء الله غريبا سوف يفتحون الإغلاق علينا إن شاء الله، ويرفعون الكيرفيو اللي هو الحجر اللي هو الحظر بعد الساعة 9، بيرفعون إن شاء الله وتبدأ الحياة. أستراليا سوف تفتح، أستراليا عدد سكان قليل وعندنا نقص يا شباب، خذوها من عندي، أنا صار لي فترة طويلة في أستراليا وفي نيوزيلندا وأعرف الدول هذه جيدا. عندنا نقص في جميع المجالات، في الدراسة، في التعليم، في الطب، في أيضا في الطبخ، في الطهي، في الصيدلة، في التعليم، في الدليفري، في جميع المجالات، في الهندسة، في جميع المجالات، في الصبغ، في البناء، في الكونكريت، عندنا نقص كبير بالسواقين، في المعلمين، في جميع عندنا نقص شديد جدا. أنا أصحابي يتصلون علي، بدر شوف لنا شباب، شوف لنا موظفين، عندنا نقص شباب. الشغل متوفر وبشكل رهيب، الشغل متواجد هنا، ما عليك إلا شوي تتعب أول أسبوع أسبوعين ثلاثة، وإن شاء الله بتتعب وتلاقي أمورك طيبة، بتلاقي أمورك سهالات إن شاء الله. الكلام هذا لكل من ينوي أن يأتي لأستراليا، الكلام هذا لكل من يفكر أن يأتي إلى أستراليا أو يهاجر. أنا شخصيا أنا أقول لكم، أنا أعطيك الأوبشن، أنا أعطيك الخيارات، لا تطلب من عندي أن أنصحك، أنا لا أنصح ولا أغرر، القرار لك، لأنك أنت من يتحمل السفر، وأنت من يأخذ الفيزا، وأنت من يدفع التذكرة، وأنت من يتحمل مشقات السفر، وأنت من يأتي إلى هنا، القرار لك، لا أحد يسألني
أو يطلب من عندي النصيحة أو شو تقول لي أو شو تعلمني. أنا لا أنصح، أنا أعطيك الخيارات، أكشف لك البلد وأعطيك المعلومات، التنفيذ عليك والقرار لك. هذه أمور أستراليا عندنا نقص كبير والهجرة واسعة، وأنصح الشباب أنه ينظر دائما نظرة مستقبلية، واترك عنك حكام الطوائف، لأني أرى أشياء ليس جميلة. أنا لا أفتي ولا أعلم الغيب وأعوذ بالله ولا أدري أي شيء، أنا أقرأ التاريخ جيدا ولي اطلاع على التاريخ ممتاز جدا. أنا أرى حكام الطوائف، أرى إسبانيا والبرتغال وإشبيلية وطليطلة وبني الأحمر وغرناطة وذنون وابن الأفطس وابن عباد وهؤلاء الخمة، هؤلاء الشرذمة من يحكمون الحكام الطوائف، إن أيامهم يعني الله يستر، الله يقولها إن شاء الله كلامي ما يكون صحيح. أرى أن لا عندهم أرى أن ليس عندهم مستقبل، لا أرى المستقبل في حكام الطوائف من ابن عباد وابن الأفطس وابن جرهم وذنون وما أدراك ما ذنون وبن الأحمر، اللي صار من 500 سنة ومن 800 سنة في الأندلس، أنا أراه في هذه المنطقة السعيدة. فشباب، اللي بسافر، اللي بغرر، اللي بهاجر، قرارك أنت وليس قراري. أنا عندي قناة يوتيوب حطيتها لخدمة إخوان العرب والمسلمين، أيضا عندي أيضا سناب شات، اللي بتابعني على سناب شات أيضا أو بضيفني، أنا أتكلم بتفاصيل أكثر، أتكلم بعفوية أكثر في السناب أيضا والإنستغرام. أنا شخصيا اللي بيأتي لأستراليا واللي قال بشوفك أو بقابلك أو أتشرف بكل شخص يريد أن تواصل معي، أتشرف بكل شخص يريد أن يتعامل معي، أتشرف بكل شخص يريد أن يكون صديقي. أنا كل شخص عربي مسلم أخي وصديق وعزيز علي، ولكن اسمحوا لي، أول ما يفتح المطار أول واحد مسافر أنا. وين الجهة؟ وين الاتجاه؟ إن شاء الله راح تعرفون كل شيء إن شاء الله في وقته، بس يفتح المطار إن شاء الله وراح أكون معاكم، وإن شاء الله راح نبدع إن شاء الله عن الحديث عن الدول، عن الدول اللي راح أزورها إن شاء الله، وأيضا راح أتكلم عليها إن شاء الله. هذا اليوم التطعيم، إحنا اليوم هذا اليوم اللي أنا رايح له اليوم، قاح الفاكسين، وإن شاء الله أنا رايح الآن متجه وراح أوريكم إن شاء الله، إذا سمحوا لنا نصور راح أوريكم إن شاء الله كيف طريقة تطعيم في استراليا. هذه الشارة يقول لك من هنا تلقح. باب اللي بلقح هو حر بنفسه، واللي ما يلقح وياخذ اللقاح هو حر ايضا بجسمه. لا احد يقول والله بلقح مثل ما لقحت، كل واحد حر. انا ما اشوف انها مؤامرة ولا اشوف انها بموتونك كل شيء. انا ارى من وجهة نظري الشخصية انه هي مجرد تجارة ومجرد انتخابات ومجرد فلوس، وعلى ظهر هالشعوب هالمسكينة، ويا غافلين لكم الله. هذه طريقة التنظيم، يعطونك موعد يدقون عليك، طبعا تقريبا هي نفس الدول الأخرى يعني. والعلم الاسترالي رفرف الجميل، علم علم هيبة 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 والله هيبة، ونعم ونعم. عند شركة فورد حاطين لك مثل ما تشوف، حاطين لك هني مصنع السيارات فورد. ناس الطعم هناك، شوف هناك بدأ التلقيح، كوفيد 19 فاكسينيشن هب. أعتقد قالوا إنه ممنوع التصوير، وكنا نحاول إني أبين طريقة النظام اللي عندهم هنا في أستراليا، شلون منظمين ومرتبين، دولة متحضرة ومتقدمة. هذا عندك تدخل. الناس كلها تبي طعم شيء طيب. هذا الحين الناس كلها قاعدة ناطرة. كلنا طعم الحين، كلنا طعم. إبرة خفيفة مدتك ثانيتين ولا أنت خالص. هذا الناس قاعدة تنطر بعد ما الطعم هناك، تجي تقعد ربع ساعة بعدين توكل الله وتمشي، يعطونك الأوراق. هذه فاكسين أوف أستراليا كوفيد 19. أخذت أنا فاكسين أسترازينيكا، أخذت البريطاني، بعد 6 أسابيع إن شاء الله راح أخذ التطعيم الثانية، ومنها بس يفتح المطار ورررر تلاقيني مغادر الوطن إن شاء الله إلى الوطن الآخر. هلا بعد ما تاخذ الابره يراقبون حالتك 15 دقيقه ثم تمشي. تذكرون الطالب المشاغب يقعد اخر واحد، قاعد اخر واحد بالصف. والله عربان ما نخلي سوالفنا. المهم ان شاء الله خلصين ان شاء الله. يلا طعم هذه، شفتها تحطها تلزق، تشجع الناس ان انت طعمت. يقول لك كوفيد 19 فاكسينيتد،
الاي دي يعني صارت بالماضي. القرار لكم والبشارات حلوه قلت لكم اياها، وان شاء الله الامور طيبه ان شاء الله. قريبا سوف يفتحون المطار، قريبا ان شاء الله تاتي الناس لاستراليا. حياكم الله باستراليا، والتواصل معي فقط على اليوتيوب، وهذا على المسترالي. واخوكم يسلم عليكم اخوكم بدر العويسي، والحمد لله الامور طيبه وسهلات ان شاء الله.